السلام عليكم. نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأحد من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على بعض من ولايات الوطن، وستتعدى كمية الأمطار الغزيرة 25 ملم محليا. وعن الولايات المعنية ذكر تنبيه هي كل من سكيكدا، جيج العنابة، طرف وكذا ولاية بجاية، وحذر ذات المصالح من هبوب رياح قوية على بعض السواحل الوطنية. وحسب نفس المصلحة فإن سرعة الرياح ستصل إلى 50 كم في الساعة. وأضاف الديوان في تنبيه له من المستوى الأول أن السواحل الغربية والشرقية ستعرف رياح وأمواج عالية تتعدى المترين، ومن المتوقع أن تشهد السواحل الرياح بداية من الساعة 3 زوالا وإلى غاية فجر يوم الاثنين. وعن السواحل المعنية ذكر تنبيه هي كل من أرزي والغزوات، مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران، مستغانم، إضافة إلى تنس، عنابة، الطرف، سكيكدا، وكذلك ولاية جيجل وبهارون.